يسلمك. نواصل دفقنا المباشر الصباحي مشاهدينا لكل مكان في السودان محموله الثقافي من إرث اجتماعي ومن إرث ثقافي كبير، وأي مكان في السودان الوطن الشاسع الواسع ده مختلف، والاختلاف ده شكل إنسان السودان الواعد. بلدنا حلوة، نظرة من زاوية أخرى للجمال عبر صباحاتنا المشرقة لكل مشاهدينا من جبل أولي. تغط منطقة جبل أولياء الواقعة جنوب الخرطوم في نوم عميق عندما بدأت كاميرا الشروق زيارتها للمنطقة، ولكنها قطعا ستصحو من نومها مع مدعبة أشعة الشمس لها، والتي تحاول هي الأخرى طرد النعاس من عينيها بإرسال خيوطها الضوئية إشعارا بالشروق. وهنا تبدو السماء صافية عند مدخل خزان جبل أولياء الذي تجول الطيور في فضائه، كما تجول في خواطرنا أسئلة كثيرة من بينها كيف يمر يومنا هذا في منطقة الجبل. ترقد على ضفة النيل مراكب الصيادين في انتظار القادمين باكرا لتنطلق بعدها داخل النيل. يقف هذا الطائر وكأنه يحرس مركب صديقه القادم ليستلم عنه، فالهدوء هو الذي يسيطر على الضفاف، هدوء ربما تعقبه حركة نشطة تملأ المكان ضجيجا وصخبا. فمنطقة جبل أولياء تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، فهي قبلة للزوار يغضون فيها أوقات إجازاتهم. سوق النساء العاملات يقع بالقرب من مدخل الخزان. تقوم النساء بإعداد الشاي باكرا للصيادين قبل النزول إلى البحر، وينتظمن في مواقع حددت لهن لبيع الطعام والمشرب. أعداد كبيرة من الصيادين يتجاذبون أطراف الحديث مع تناول كوب الشاي الذي عادة ما تطلب معه الزلابية. ويطلق السودانيون على هذه الطريقة في تناول الشاي بفك الريك، فهي عبارة عن وجبة خفيفة عند الصباح. بدأت حركة طفيفة تدب على ضفاف النيل، وهنا أبحرت أولى المراكب التي اصطادتها الكاميرا وهي في طريقها بحثا عن الرزق. ولكن ترى كيف تبدو الحركة عند مدخل الخزان بعد أن أعلنت الشمس إشراقها الكامل؟ على الضفة الأخرى من النيل الأبيض تنتشر قرى قبائل الجموعية التي تعبر من الغرب إلى الشرق للتبضع، فمنطقة جبل أولياء تعتبر أكبر سوق لهم، لذا يزدحم الخزان بالعربات والمارة طوال الوقت. تمتد بحيرة خزان جبل أولياء من جنوب الخزان حتى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، ويغدر مخزونها من الأسماك بحوالي 15,000 طن، المستقل منها حاليا 11,300 طن سنويا، ويعتمد إنتاج الأسماك داخل البحيرة على القطاع الخاص. كما يعتبر خزان جبل أولياء من مصادر الطاقة الكهربائية الهامة في السودان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 3.4 ميجاوات، وتقوم هذه التوربينات المصفوفة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل الخزان، فهو يعمل داخل الشبكة القومية للكهرباء في السودان. وقد استحدثت هذه التوربينات في وقت قريب بعد زيادة أعدادها. وقد صمم خزان جبل أولياء من الحجارة وشيد في العام 1937 ليسد حاجة المياه بجمهورية مصر العربية حينها، ويستفاد من الخزان الآن في رفع مناسيب المياه خلف وأمام الخزان لري مشاريع النيل الأبيض الزراعية ومشاريع الطلمبات شمال الخزان، هذا إضافة لتنظيمه فيضان النيل. وتسع بحيرة الخزان حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه،
وظل يتبع فنياً وإدارياً لجمهورية مصر العربية حتى تم تسليمه لجمهورية السودان في فبراير 1977. ولما كانت بحيرة الخزان واحدة من أكبر مصائد الأسماك في السودان، تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً لشراء الأسماك بأنواعها المختلفة. فالانتشار الواسع للصيادين داخل الخزان جعل منه السوق الرئيس لبيع الأسماك للمواطنين، وانتعشت المنطقة بذلك وأصبحت مصدر رزق للكثيرين. وهنا لا يبدو الانتظار مملاً بعد شراء الأسماك، فعمليات نظافة الأسماك التي يقوم بها الصبية تؤكد لك بأنهم أصحاب مهارات عالية. أما الكبار فهي تبدو مهنتهم الأساسية ويجدونها إجادة كاملة، فمعظم الأسماك التي تخرج من النيل تذهب إلى المطاعم الكبيرة داخل الخرطوم، والبعض الآخر منها يقوم تجار الأسماك بتصديره إلى داخل وخارج السودان. ولكن هل تبدو عملية صيد الأسماك سهلة خاصة داخل بحيرة الخزان؟ فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الخبرات داخل النيل، خاصة منطقة شمال الخزان التي وصفت بأنها عميقة. أكثر أعداد الصيادين داخل البحر، ولهم جمعية تهتم بشؤونهم وتعمل على حل مشكلاتهم بعيدا عن الدوائر الرسمية، فهم يمارسون صيد الأسماك بالطرق التقليدية،